احنا عندنا خطه كبيره جدا في 3 4 شهور هنشوف الاحتياج للفريق، عشان انت عندك 4 بطولات السنه دي، عندك بطوله افريقيا، عندك بطوله الدوري، عندك 2 كاس مصر وقبل الكاس القديم والكاس. فانا النهارده دولت اللي يعني لازم اكون ان شاء الله باذن الله واخدين من 2-3 بطولات السنه دي لو ان شاء الله معاك لعيبه مميزه. انا بقول لك لا واحده واحده يا كابتن احمد، عشان الكلام ده بالنسبه لي جديد، مش جديد انه الزمالك ياخد بطولات، جديد انه اي حد من نادي الزمالك لما بتكلم معاه يقول لي لا لا مش المفروض جماهير الزمالك تستنى بطولات من نادي الزمالك الموسم ده. انت دلوقتي بتقول لي لا الزمالك ياخد 2 أو 3 بطولات من البطولات، ما ياخدش الاربعه وما ياخدش الاربعه. اولا الفروق اللعيبه في مصر متساويه، اه مفيش حسن شحاته، مفيش حازم امام دلوقتي، مفيش محمود الخطيب يعني، اه في مفيش محمد صلاح يعني بره الاوروب. لا الانتظام، العدل بين اللعيبه وبعضيها، حقوقهم ما له عليه، كل ده بيفرق في الفرقه. المساواه بين اللعيبه وبعضيها، حقوقك بديها لك، الحساب الصواب والعقاب، كل ده مؤثر في كره القدم.